دون جدوى لم يعرف له أحد. يقول لي هذا الأخ وأحسبه والله جل وعلا حسيبه من الصادقين، يقول لي فقدر الله جل وعلا لي زيارة ذلك الأخ في محل عمله، فلما رأيته ورأيت ما به من وجع في رأسه وقد عصب رأسه عصبة شديدة ولا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، قال أشفقت عليه وقلت له يا فلان ما لك؟ قال فحدثني بما جرى معه، قال فوفقني الله جل وعلا وهو ممن يحسنون الحجامة ويعلم أن فيها الشفاء، لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يقول لي ذلك الأخ فوفقني الله جل وعلا، فانطلقت به إلى بيته، قرأت عليه شيئا من القرآن، رقيته بالقرآن، ثم أجريت له حجامة في رأسه. يقول لي وقد صور لي رأس ذلك المريض، ووالله وتالله وبالله لولا أني أثق به وأعلم أنه من الصادقين، والله أزكيه على الله جل وعلا والله جل وعلا حسيبه، لما صدقت ما رأت عيناي في تلك الصورة التي التقطها لرأس ذلك المريض تحت الحجامة. ما الذي ظهر في تلك الصورة؟ ظهرت في تلك الصورة تحت دماء الحجامة أو وسط دماء الحجامة في رأس ذلك المريض عين حاسد، عين حاسد، عين حاقد، ورب الكعبة كأنها رسمت رسما، ورب الكعبة كأنها رسمت رسما. يا لله يا لله، تظهر تلك الصورة أو تظهر تلك العين في رأس ذلك المريض. يقول لي فلما انتهيت من حجامته قلت له يا فلان كيف تجد رأسك الآن؟ قال ولم أخبره بعد بما صورت من رأسه، قال كيف تجد رأسك الآن؟ قال والله والله كأن سكاكين خرجت من رأسي. يا لله يا لله،